أنا اسمي غراسيلا المعلوف، أنا من عائلة لبنانية منتشر فيها المرض من صوب الأم ومن صوب الأب. ولا في يوم من الأيام خطر ببالي أنه أنا في يوم من الأيام ممكن أصاب بمرض الكانسر. وبالصدفة اكتشفت أنه عندي كانسر موجود بالصدر اليمين، منتشر بأربع ورمات ستيج 3. اللحظة اللي عرفت فيها أني أنا مريضة كانسر أكيد كان في صدمة كتير كبيرة، ولكن كان في سلام بالقلب لأني مؤمنة أن الله ما بيترك أي إنسان مؤمن، وأنا استمدت إيماني. الفضل الأول والأخير بيكون لوالدتي، لأنه أمي تعرضت تجربة كتير صعبة، مش أي أم بتقدر تتحمل تشوف أنه ببيتها تقريباً بناتها الأربعة مصابين بمرض الكانسر. طبعاً أول شيء بنصحه لكل إنسان مريض بالكانسر أنه هو ينتبه على نوعية الغذاء ويحول كل الغذاء إلى أشياء فيها فوائد صحية. أنا بقول له هون ما تزعل ولا تخاف، لأنه أنا فقدت شعري، فقدت رموشي، فقدت حواجبي، وبهيدا الشيء اللي أنا مرقت فيه أخذت خبرة أكثر كيف إني ساعد مرضى الكانسر إنه إني يحاربوا الخوف بالطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية إنك أنت ما تيأسي، ما تستسلمي، منركب رموش، فقدنا رموشنا منركب رموش، فقدنا حواجبنا منرسم حواجب، فقدنا شعرنا نتسلى ونحط بواريك كل يوم شكل. تجديد الروح، دايماً لازم تكوني مسلحة بطاقة إيجابية.